السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة درسنا أنواع المنادى. أول حاجة لازم نعرف أدوات النداء. أدوات النداء عندنا أدوات للقريب مثل الهمزة وأي. محمد، أي إسلام. الأدوات دي نستخدمها مع القريب اللي جنبينا. تاني حاجة عندنا أدوات للقريب والبعيد مثل يا، فأقول يا طالبا ويا أم، بستخدمها دي مع القريب والبعيد. تالت حاجة عندي أدوات للبعيد فقط مثل أيا وهيا، فأقول أيا مسافرا هيا أحمد. أما بالنسبة لأنواع المنادى، عندي أول حاجة المنادى المعرب. المنادى المعرب يعني إيه معرب؟ يعني المنصوب. المنصوب يعني لما بقول منادى منصوب. طب ده ليه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المنادى مضاف. المنادى من إيه؟ مضاف. يأتي بعد المنادى مضاف إليه مثل يا طالب العلم، فطالبة جاء بعديها مضاف إليه، أي أضيف الطالبة إلى العلم، فالعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أما طالبة كيف أعربها؟ أقول منادى مضاف، فيا طالب العلم، العلم مضاف إليه مجرور، وطالبة أضيفت إلى العلم، فطالبة أعربها منادى مضاف منصوب، علامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة. يا أم الأطفال، فجاء هنا مضاف إليه، وأم أضيفت إليها، فأم منادى مضاف أيضا منصوب. يا سامع الدعاء، الدعاء هنا مضاف إليه، فأعرب سامع منادى مضاف منصوب. يا معلمي الفصل، ننتبه هنا عندنا منادى مثنى أضيف إلى الفصل، فحذفت نون المثنى، حذفت نون المثنى، كانت يا معلمين الفصل، عند الإضافة تحذف نون المثنى، فأقول منادى مضاف منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة. فمن الحاجات اللي بتعلم لي المنادى المضاف إن نون المثنى ونون جمع المذكر تحذف عند الإضافة. يا مهندسي المشروع، هنا مثال لجمع المذكر السالم، حذفت نون جمع المذكر، حذفت هذه النون، فأقول يا مهندسي منادى مضاف منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة. نكمل في أنواع المنادى المعرب المنصوب. إحنا كنا بدأنا بالمنادى المضاف. يا ربنا، هنا ربا أضيفت إلى النا، فالنا مضاف إليه، ربا منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة. في عندنا مثال دايما لما يضاف الاسم لإيه؟ لياء المتكلم، فأقول يا إلهي، فالياء هنا ياء المتكلم مضاف إليه. طيب إلهي ماذا نعربها؟ منادى مضاف منصوب علامة نصبه إيه؟ هنا الفتحة المقدرة. أي كلمة تضاف إلى ياء المتكلم يكون علامة نصبها إيه؟ الفتحة المقدرة، أو العلامة تكون مقدرة. فإلهي منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. فأنا كسرت إلهي عشان تناسب ياء المتكلم، لكن علامة نصبه إيه؟ علامة نصبه الفتحة المقدرة. تاني حاجة من أنواع المنادى، المنادى المعرب المنادى الشبيه بالمضاف. من اسمه باين أنه يشبه المضاف، بيشبه المنادى المضاف. طب يأتي بعد المنادى ما يكمل معناه مثل يا طالبا علما، فعلما تشبه المضاف إليه لكن هي مش مضاف إليه، والاسم ده منصوب، فبيجي بعد المنادى حاجة منصوبة أو اسم منصوب، يا طالبا علما، فعلما هنا جاء اسم منصوب بعد طالبا، فطالبا منادى شبيه بالمضاف. يعني أول علامة للشبيه بالمضاف إنه بيشبه المضاف إليه، بعديه في اسم بيشبه المضاف إليه لكنه منصوب، بيجي بعديه اسم منصوب، اسم منصوب، وده هنتعلم إعرابه في أولى ثانوي إن شاء الله. يا سائرا إلى مدرسته، سائرا إلى، أنا جاء المنادى الشبيه بالمضاف، بعديه ايه؟ بعديه جار ومجرور، دي برضك من علامات الشبيه بالمضاف. اذا اما ان ياتي اسم منصوب بعديه، اما ان ياتي جار ومجرور. يا سائرا الى مدرسته، فسائرا منادى شبيه بالمضاف. اخر حاجه من الحاجات اللي ممكن تجيني بعد المنادى الشبيه بالمضاف هي الظرف. يا ناظرا نحو السماء، لما جاء نحو بعد ناظرا بقى شبيه بالمضاف، فناظرا منادى شبيه بالمضاف منصوب، نحو مفعول فيه ظرف مكان منصوب. إذا قد يأتي بعد المنادى الشبيه بالمضاف ثلاث حاجات. الحاجة الأولى اسم منصوب،
الحاجة التانية جار ومجرور، الحاجة التالتة ظرف سواء زمان أو مكان، وأغلب الأحيان بيجي بالنمط ده، يا ناظرا نحو السماء، يا سائرا نحو أو تجاهها كده. آخر حاجة من أنواع المنادى المعرب هي المنادى النكرة غير المقصودة، من اسمها هي نكرة وغير مقصودة. نكرة ما فيهاش تعريف، غير مقصودة أنا مش بقصد الاسم اللي قدامي، عندما أقول يا معلما خلاص النداء هنا انتهى، أخلص بعملك ثم أكمل الجملة. إذا بعد المنادى النكرة غير المقصودة بيجي فصلة، تاني حاجة ده منصوب، تالت حاجة بيجي نكرة، هو نكرة هو منصوب في فصلة بعدين. يا معلما عشان أنا بخاطب بشكل عام، أخاطب جنس المنادى فأقول يا معلما أخلص بعملك. يا فتيات ذاكرنا بجد، منادى قلنا نكرة غير مقصودة منصوب على نص من الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يا طالبين ذاكرة، بشكل عام أنا كل طالبين أقول لهما ذاكرة، فهنا منادى شبيه نكرة غير مقصودة. يا عاملين، يا عاملين أسرعوا مثلا بعملكم، أنا أخاطب العاملين بشكل عام، فهنا عاملين نكرة غير مقصودة منصوب، منادى نكرة غير مقصودة منصوب على تصميم الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهنا الياء لأنه مثنى. إن شاء الله نكمل القسم الثاني من الدرس في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.